قريب كايس لا تتنازقني المهم معجل خليني التليفون ما واخذه من عندي ماني رد انا تعاقل برافو عليك من اللي موت برافو عليك نقولها لك باع انت مالك صحة انت مالك اغلب بركو رد عنك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مهن شريفة. مارك راعينا هنا تيها موجودين في نقطة ساخنة ومعانا شاب هون لا يتكلم معاه ولا يحكي لنا قصته وعمله وطريقته، مارك اللي يتعرفنا على اسمك. خالد معك يعقوب العليين، شاب اللي هو الحمد لله قريب من 5 سنوات. أنت دخلت المجال تقريبا؟ دخلته 2018. والله. وشو ماسي هو؟ شنو ذا العمل بالضبط اللي تزاول فيه شنو؟ ما شاء الله جيتون الحمد لله جيتون لأن اشتغل مع رجاج الحمد لله. يعني قفتها أنا هون الحمد لله أنا اشتغل. مشي بي حالك. مشي بي حالي وأحالي. ودائما شنو التلفونات بالضبط اللي دائما تبيع؟ كيف عندك ماركة معينة؟ تلفونات الحمد لله نبيع سامسونج ايفونات. تشتريهم جديد والله تبيع؟ نشحنهم من الخارج نشحنهم من الخارج. ويجوكم هون في البوتيك؟ يجوني هون اشياء الحمد لله ونبيعهم. والاسعار دائما اسعار متناول جميع الاسعار ان شاء الله متناول جميع. عندك كليان ثابتين؟ والله اي والله يجوك دائما يجوني. عندك كان عندك اشخاص اللي ينشروا عندك هم التليفون كيف لا خسر فيه شيء يرجعوا لك التليفون؟ والله اي والله انت تعرف تعداد؟ ما انا تعداد عندي صاحب واللي معي هون في المحل الحمد لله والله واللي عدل واللي يعالج يعدلهم الحمد لله. انا عجلان المطرب ولان الصايد انت من تحرى هو اي تبارك اي تبارك ساعتني اليوم اول النهار بايع على الطفله هون اختي قال هي بايع على بدل ما قدام عيالها السلام عليكم كنا صادوا في الغامر ما هو تبعت خوي ولا البوتشي انا موار خوي موت من بعده لا طفل لي له لطفل لي له ردها عني توازن موال بها لا معي ضحك خوي لا معي ضحك ولا عنده رقاش يقر لي عليها ما عندك مشكلة شو كي راعية كاميرا راعية تعودية إن شاء الله ونغضو عنك ما عندك مشكلة كاميرا والله ماي كاميرا قلت غطاها فيها والله قاع ماي قاجي حين شوي حين فيها واحد تلفزها خلاعي فيها خوي معه تابع لي أنا تلفزها والله الرد رد عني التلفون التلفون ما يواخذها من عندي ماني رد أنا تعاقل عاقل شنو هي ما هو كلام إيه ماني واخذ من عندي لا ما هو كلام مبدئيا لا تقول لي انت عاقل والله نقولها لك بقى انت مالك صحه بأياد وطنية وجودة أوروبية أمريكية نايس كولا المشروب المحلي ذو المعايير العالمية فريق متمرس ذو خبرة عالية أحدث الأجهزة المتطورة في المجال مختبر بأرقى وأدق المعدات نكهات مختلفة لكل الأذواق نايس كولا نايس ليمون نايس أناناس نايس فيم توب نايس إنرجي نايس كولا ذوق ومذاق تبغي تجبر كورس عجلان مريح وسيارة تجيك بالعجلة أراعي لك شركة أندي تروكات رقمها بسيط جداً لا تصل على 1, 2, 3, 4 ولا تصل على 2021 ما صح احنا انت تترعي في ناس تكلم معنا عند برنامج انا ضريب بوه ضريب تحرك توه ايوه حتى اعترف ما واحد عندنا رد عني التليفون من رد لك المرأة فراس صعبة مرأة عليك عنيني هو يبحث عنه هو فاني تصميم لي انت بقى لا يعني كيف ترشح لا ما يعني ايه التليفون رد عني التليفون واعطيني المال اللي اعطاتك الطفلة هذا هيك تقرر مالي يا رجال تشارب تشارب التليفون ضرب عليك انت راك والله شنو ناصح الشباب كامل اللي عاطل عن العمل والله اللي خاص وياسر مشي عن نقطة ساخنة باب ياسر من الشباب قد وفر بها حاجياته الحمد لله هون ياسر من الشباب جاء وكلهم جاء عنده سبة واحدة جاي كلهم راسه ما في شيء جاء الحمد لله كله عاد هون بوتشيك وعاد منتج ومراسه اللي يبغي ينتج
واللي ما يبقي نتيجه هما اللي بعد جون واحدين جاو هما واحدين جاو النقطه ساخنه ما عندهم شيء ما عندهم سبه واحده راهم حنا وباتشي قول ما يحنقوا الناس على الراس ما يحنقوا شوف ايه فرخه اللي قلت فيها النقطه ساخنه بين الناس الصالحه وبين الناس الخاسره اللي صالح هو مستفاد اللي خاسر ما له طوال ونتيجه ما احلى انا كثير كروشك بيها ما لقينا عند الخاسر حد اللي معروف نقطه ساخنه الحمد لله ونتيجه اليوم 6 سنوات ما قطع قد حد شي خاسر. ايوا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج مهن حرة. طارت معانا للشاب إن شاء الله تعالى لين تعرفوا عليه ولين عرفوا أين تدخل المجال، اشتمي لين عاد واحد من التلفونات وين السوق شو ماسي عنده. تفضل تعرفنا على اسمك. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي الشيخ أحمد المعالي والعذماء من سكان عرفات هذه قريب، وجيت ونتيجة عمالي تقريبا 14 بعد تقريبا ولا 15 ما شاء الله. شفت النقطة الساخنة زينة عن زينة من أكثر أشبهية من ياسر من الشغلات، شاب لا يجي هون يتكون هو الراس يمشي يلود هنا تم يقبض بوشيت والله أنتي شوكي يتم يبيع يقبض من عند قيس بوتيك مجمع يقبض من عندي يطيح لي ذا ب 500 أنت شك يطيح لي ب 300 يمشي هو يتم يبيعه لدى 100 اللي ماشي في الشارع هنا تزقنه بالباتيك يجي الواحد يبيعه له ب 500 يربح هو ذيك 200 فهمت كادر يبيعون ب 300 ولا 400 ملي مره يبيعوه بالفوقيه. مهم من كامل عن الحمد لله ليش كامل ايش من القعاد اللي قاعد هو اللي مولاه الرابح اللي هذا اللي يمشي ما يحمل القعاد يمشي يستدرون تيام الساخنه والشباب هون الحمد لله كاملين مستفادين والسركويل الحمد لله يا ابو دال هو قلت مقطع حتى يجي حد يجي يشتغل فيها انا بقيت شوف زي من عندهم الحين شوي هي قلت حد يشتغل فيها حد الله يعيش برضه هي لا رايح حد يجي السلام عليكم الحين شوي لا دقيقتين كيس لا تتنازقني المهم مع عجل خليلي. مع تعدد ووفرة منتجات الأفرشة في السوق تبقى مفروشات البيت السعيد علامة الجودة الأولى. مختلف أفرشتنا من الطراز العالي وبذوق رفيع، أسعار تنافسية مناسبة مع خدمات التوصيل الآمن. البيت السعيد فراش منزلك بيد أمينة. جايكم الحمال ولا تحملوا التعرض للكليماتيزر بشكل مباشر، اليوم جبنا لكم الحل المناسب. مدوات البرج يمتازوا بالجودة ونعومة اللمس، هذا يجعلهم مناسبين لكل الفئات وخاصة كبار السن والمسافرين. هاك لانسي اللي هي سمير. سمير؟ هاك لانسي اللي في سمير شكل تستعدلوها. ها ها وهاك لانسي اللي يشرب من التمال والشوار في التليفون الصيف عجل خليه. شوف بعد نضحكوا انه قارن نيويورك بايع لي تليفون وجاي يقول لي ذاك لاصي وكذا ما يضحك خذ ما يضحك الله لا ترى تحكم فيا احكم فيك اش خذ ما هم بين نحكم فيك احنا عرب ارواج نحكمون فيهم ايش خذ وقف خذ كاميراتك خذ هاي تليفون شاريه من عند دبي أنا وطفلي جاتك هنا تشيا وبيعنا ب 85 وهي سعرتها في السوق ب 40 هاي قال له القش ولا صالح ولا محترم هاي هو قال له تليفون شو خلي تليفون ها ايوه اول شيء قبل ما يشرب ورجع شو برنامجك اللي كنت تصير ماني ضاحك فرض وراي ماني ضاحك ماني قال انت قاعد بيلي انت من نفسك مامور عنك ما تضحك انت مامور حنا عنك ما تضحك السلام عليكم اللي مامور انا اللي بسوي لك عنه لين تقابلوا معك انا قلت لك شيء واضح ذي تليفون بايعها لي ذي البوتشيك يسوى الصن تيس واحد اخر انا وطفلي دبي واللي سولنا عن تسعيرتها اللي هي ب 40000 السوق انتم بايعها لنا ب 85 رد عنا لي تليفون وبدا انتو تدري التليفون رد عنك ماني محاليك وانا قلت لين تحرك من قدام شاك انه مسؤول قلت له اضحك لي قلت له انه معدي خاطع مارتو فريقاج و قد جو اي ما يقدر تسلح انا ما اقدر اسلح ما اقدر اسلح فيا انا اعرفك